طبقات الغلاف الجوي، كلها تتكون من ثلاث كما نرى هنا من ثلاث طبقات، الطبقة المناخية تروبوسفير هي الطبقة الهوائية السفلية الملامسة لسطح الأرض، ويتراوح سمكها 16 كيلومتر فوق خط الاستواء إلى 8 كيلومتر قطبي الأرض، معدل 10 إلى 11 كيلومتر. وفي هذه طبعا الهواء دائم الحركة في هذه الطبقة بفعل تغييرات درجة الحرارة على السطح، ومن ثم يعني الضغط ومشكلة الكتل تشكلان كتل جبهات هوائية جالبة البرد والحر والأمطار، ولذلك سميت بالطبقة المناخية للتغيرات في درجات الحرارة. والحد بين الطبقتين تروبوسفير وستراتوسفير هو حدة تسمى تروبوبوز. الطبقة الثانية ستراتوسفير تمتد من التروبوبوز وحتى ارتفاع 50 كيلومتر تقريبا، وتثبت درجة الحرارة عند 60 حتى ارتفاع 20 كيلومتر تقريبا، ثم تبدأ في الارتفاع حتى تصل إلى قرابة الصفر عند نهاية الطبقة. يمتاز الستراتوسفير بعدم حركة الهواء وقلة بخار الماء وازدياد الأوزون وبكثافة كثيرة في الطبقة المناخية، ويبدو أن سبب ارتفاع درجة الحرارة في هذه الطبقة وامتصاص الأشعة فوق البنفسجية لتشكيل الأوزون. ينتهي الستراتوسفير عند الستراتوبوز، وحيث تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض من جديد. طبقة الميزوسفير هنا أيضا الطبقة الثالثة تنتهي على ارتفاع 80 كيلومتر تقريبا من سطح الأرض، وتنخفض درجة الحرارة تدريجيا في هذه الطبقة حتى تصل إلى 90 درجة تحت الصفر، تنتهي بالميزوبوز. أيضا والميزوبوز الحديث عن أكثر عن هذه الطبقة. وهناك أيضا الطبقة الحرارية أو الأيونية ثيرمو أو أيونوسفير، طبعا تمتد من الميزوبوز حتى ارتفاع أكثر من 1000 كيلومتر فوق سطح الأرض. الغازات هنا متأينة على شكل ذرات مشحونة كهربائية بسبب تصادم جزيئات الغازات مع أشعة شمسية وكونية عالية الطاقة عالية الطاقة فتتآين، وهذا هو سبب ارتفاع درجة الحرارة في هذه الطبقة. الهواء أيضا هنا في طبقة الحرارية أو الطبقة الأيونية قليل الكثافة جدا، تتناقص ذرات الهواء بعد هذا الحد إلى أن تتلاشى تقريبا مشبهة بذلك أو قريبة تشبيه بتركيب مكونات الفضاء الخارجي. أيضا سنتحدث عن استفاضة مشكلات بيئية في الغلاف الجوي في فيديوهات أخرى، ما تتحدث عن تلوث الهواء، تآكل طبقة الأوزون، وظاهرة الدفيء أو الضجيج، والتلوث الإشعاعي والتلوث الضوئي في فيديوهات قادمة إن شاء الله.